طوس خرماطو، هذه المدينة الكريمة التي عانت لأكثر من عقد من الزمان من ضغوط كانت توجه على التركمان من أبنائها، وكانوا يأتون لقادة البلد ويطرقون الأبواب ويشكون من الضغوط التي يتعرضون لها. وكم تدخلنا وكم عقدنا من اجتماعات وكم حاولنا أن نخفف الضغط عنهم. هل يصح اليوم أن تتحول المعادلة بالاتجاه المعاكس؟ كي لا يشعر عشرات الآلاف من الكرد من أبناء طوس خرماتو بالأمان للعودة إلى مدينتهم ويعيشوا نازحين، هذا لا يصح. لا يعالج الخطأ بالخطأ. علينا أن نضع الأسس الصحيحة التي تضمن الاستقرار في طوس خرماتو وفي العراق كله. لذلك أناشد أبناء طوس خرماتو وأناشد القوات المسلحة وقطعاتها المتواجدة في هذه المنطقة، وأناشد السيد القائد العام والحكومة العراقية لتعمل كل ما في وسعها لإنهاء الإشكاليات القائمة في هذه المدينة، ليعود كل أبنائها من التركمان والكرد وغيرهم ويعيشوا في هذه المنطقة.